30 نورا. صباح الثالث رحمة وسكينة وطمأنينة. إنك ما ذكرت أخا لك بعد موته وأنت تحتسب الأجر إلا سخر الله لك من يذكرك، ولا ترحمت على مسلم إلا سخر الله لك من يترحم عليك. تخيل لو كنت مقطوعا عن الناس سوى من أهلك، فتصير إلى الله ويذكرك أهلك بعد موتك في دعائهم والمعزين في ظرف أيام العزاء. ثم من يذكرك غيرهم؟ تخيل أنك تضم أخاك المسلم المتوفى في دعائك، لربما كان قريبك أو صديقك أو معرفة عابرة، وربما لم تصادفه إلا في حديث الناس عنه. ثم تدعو له دعوة محب أخوة الإسلام مشفق عليه، وتبتهل لأجله فيصله دعائك ويستجيب الله لك، ويجازيك الله بمن يدعو لك بمثل ما دعوت له ولربما بأضعافه، والله كريم يجازي الإحسان بالإحسان. فاحتسب كلما دعوة تدعوها لموتى المسلمين، واجعل لهم النصيب الأكبر أن صاروا في أول منازل الآخرة، وادخر لك بعد رحيلك من الكريم جل وعلا رد الجزاء. وتذكر أن كل ما تعمله في خيرة الشهور مبارك،